وما بقى لحد الآن. بالمقابل انتقال زيدان إقبال إلى الدوري الهولندي وترك مانشستر يونايتد. إلى مانشستر يلعب. ما يلعب 10 دقائق نص ساعة شوط بس كأساسي ما يلعب. احتمال هنا يلعب. دوري هم دوري الهولندي طبعا دوري ممتاز ودوري الهولندي بس يعني يمكن فرصته هناك أكثر. أي أفضل من. أي طبعا أكثر وجوز يلعب احتمال. أفضل من مانشستر. مانشستر قاعد ما يلعب بس اسمه مانشستر. يلعب لنص ساعة بس هو كمستفاد طبعا هو جاهز لاعب جاهز لاعب جاهز متأسس صح تشعر انه يلعب كرة قدم وين يلعب لاعب مانشستر زين. صورة وتعليق مع محمد قاسم.